السلام عليكم ورحمة الله. قال سبحانه وتعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا عبارة على قلب الإنسان، لابد أن يكون صافي وطاهر ونقي. طيب، كيف يلوث قلب الإنسان؟ إذا ارتكب الإنسان المعاصي، وكلنا ذلك الرجل العاصي، فكلما ارتكب إنسان معصية يتغير لون القلب، كما قال سبحانه وتعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. معاصي معاصي، طبعا إذا اجتنبت الكبائر معاصي، هكذا معصية وراء معصية وراء معصية، كيف يصبح القلب؟ والعياذ بالله، يصبح القلب أسود. طيب، ما الحل وما الدواء؟ الاستغفار، فلا بد من الإكثار من الاستغفار. لاحظ: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، دائما الاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بدأ يتغير لون القلب، شفت؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فالاستغفار يمحو الذنوب ويطهر قلب الإنسان. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. رأيت؟ هذا هو دور الاستغفار. فإذا استغفر الإنسان أكثر من الاستغفار يرجع القلب صافي وطاهر ونقي. فأكثر من الاستغفار. بارك الله فيكم.